الدار البيضاء صباح الأحد. في هذا اليوم تتخلى مدينة الحركة والاقتضاد عن صخبها اليومي لينتقل النشاط إلى أماكن أخرى كغابة بوسكورة مثلا. هذا المجال الغابوي يصير قبلة للبيضاويين ممن يبحثون عن فضاء نقي لممارسة الرياضة أو للتنزه فقط. T'as pas le temps de faire du sport في une salle et tout. Donc avec la famille كنجيو le week-end, on fait un peu de sport, on change d'air. هنا en fait الغابة parce que كاين شوية ديال الظل, donc tu peux faire du sport tranquillement, mais t'as pas le soleil sur la tête. الرياضة نجري شوية وشوية لونطريمون هادي. نتمشى ونشم ريحة الهواء ونشم ريحة الشجر, الكاليتوس, السيبري, كلشي مزيان نقي. تعتبر غابة بوسكورة الفضاء الغابوي الوحيد المحاد لمدينة الدار البيضاء, وهو بذلك يوفر متنفسا طبيعيا لهواة ممارسة الرياضة والتنزه. الغابة شهدت إصلاحات متتالية لتنظيم الفضاء وتحسين مولوجيته, وهو ما ترك انطباعا جيدا لدى رواد هذا الفضاء. بيان سور يا ان بتي مونك دير دو جو الدراري كيلقاو جوست هاد لي تروك اللي حنايا كاينين, مي بون احنا ما كنجيوش على قبل لي جو, كنجيو على قبل الغابه اون طونك غابه اون طونك اون بون اوكسيجيناسيون بالنسبه لوليداتنا. كاين اللي كيمارس الجري, كاين اللي كيمارس المشي, وحنا كنمارسو الجلوس. سواء كان هدف الزيارة التريض أو التنزه, يبقى التجول في هذا المجال الطبيعي في حد ذاته أمرا مفيدا وإيجابيا, وفرصة لشحن الطاقات من أجل أسبوع عمل جديد.